حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. حط شخص في بالك وهنشوف وهنعمل تحليل لما بينكم وحقيقة مشاعره ليك وكيفية التعامل مع الشخص ده. القراءة دي تنفع لأي حد وتنفع راجل أو ست، يعني تنفع الاتنين. طيب، هتبقى في 3 مجموعات باختيار الكور أو باختيار أول حرف من اسم الشخص اللي انت هتحطه في بالك. أول مجموعة عندي الكورة البيضاء، تاني مجموعة الحمراء، تالت مجموعة السوداء. تمام، أو بأول حرف من اسم الشخص. هنبتدي بقى نغير المجموعات شوية عشان يبقى ايه، في تجديد للطاقة. أول مجموعة حرف الب، الحاء، الزال، السين، الطاء، الف، الكاف، اللام، اله. أول حرف من اسم الشخص ده أو المجموعة البيضاء. طيب، نعمل تحليل للي بينكم ده ايه. عايزين نشوف ده ايه. هنعمل تحليل بقى يبقى نشوف كله. طيب، احتمال يكون الشخص اللي في بالك ده متزوج بالفعل وانت علاقة تانية، او احتمال يكون هو متزوج الشخص ده، اذا كان اللي بيسمعني ست او راجل. الشخص ده كثير التفكير وكثير التردد، عشان كده هو ملخبطك معاه او مش عارف ايه، يعني هيعمل ايه في حياته او هيعمل ايه معاك. الشخص ده برضه احتمال يكون كان صديقك او كان معاك في العمل، او هو لازال لسه معاك في العمل او معاك في الدراسة، او مكان اللقاء بينكم كان في الدراسة او في العمل. الشخص ده طموح على فكرة يا جماعة، طموحه باصص قصاده، عارف هدفه. يمكن هو بيبين لك ان هو متردد، بس هو مش متردد، لا، الشخص ده عارف هو بيعمل ايه. نعمل توضيح. زي ما قلت لك، الشخص ده طموح جدا وناجح في عمله او ناجح في الحاجه اللي هو بيعملها. لما بيبقى حاطط حاجه في دماغه بيوصل لها. خطوته بطيئه جدا. احتمال تكون الشخص ده رحلت عنه بسبب خناقات، خلافات، صراع ما بينكم، كل واحد متمسك برأيه، عشان كده مفيش انسجام ما بينكم. واحتمال برضو يكون في علاقة ثلاثية، او في طرف تالت دخل العلاقة ما بينكم، هو اللي فرق ما بينكم العلاقة دي. في طرف تالت دخل، انا مش بتكلم طرف تالت كأهل او كعيلة، لا، هنا طرف تالت، شخص تاني، شخص تاني غيرك دخل في حياتك وحياته وفرقكم عن بعض. الشخص ده زي ما قلت لك هو ناجح في عمله او ناجح في المجال اللي هو فيه، ولكن خطوته بطيئة جدا وكثير التفكير، كثير التفكير. وقصادك بيبان ان هو متردد، بس هو عارف هو عاوز ايه، هو عارف هو عاوز ايه وعاوز يوصل لايه. طيب، شوف برضو اكتر. الشخص ده ممكن يكون كان متحكم فيك او كان مسيطر عليك، اذا كان راجل او ست، انا بتكلم على الاثنين. كان متحكم فيك، كان مسيطر عليك، كنت انت مثلا اللي هو عاوزه عشان يعمله لك، تعمله له قصدي،
عشان تعمله اللي هو عاوزه، كان بيهددك بالبعد مثلا، يعني كان مسيطر ومتحكم الشخص ده. وبالفعل هو رحل ومشي. طيب الشخص ده هيتواصل معاك قريبا للمنفصلين، الشخص ده هيتواصل معاك قريبا، في تواصل، في رسالة هيجيبها يقولها لك، في حاجة، لأن هو ندم عليك الشخص ده وعرف امتى لما راح للطرف الثالث. طاقة هنا أغلبها منفصلين. لما راح للطرف الثالث هو عرف قيمتك، وعرف ان انت ما كانش يستحق ان هو يعمل معاك كده، لان انت كنت بالنسبه له كملاك، انت كنت بتعامله معامله كويسه جدا، بس هو ما قدرش ده. كنت اي حاجه هو عاوزها بتعملها له، بس هو راح وسابك ومشي. بس هيرجع لك تاني برساله قريبا، هيرجع لك تاني برساله بيقول لك ادي العلاقه دي فرصه، اديله فرصة ان هو يخش حياتك تاني، لان هو ندم عليك الشخص ده وعرف قيمتك، فاديله فرصة. واحتمال يكون برضو اللي فرق ما بينكم التحكم الزايد اللي فيه، فهو بيطلع هنا النصيحة ان التحكم هو اللي فرق ما بين العلاقة دي، يا تحكم يا اما علاقة ثلاثية. تمام، طاقة منفصلين هنا بس مش طالعالي. مش طالع لي ولا اي حاجة تانية غير المنفصلين. طيب انت تتعامل معاه ازاي وحقيقة مشاعره ليك؟ طيب هو الشخص ده عاوز يرجع لك، طب هو حقيقة مشاعره ايه؟ هل ندمان خلاص، ولا هو بيحبك عشان كده عايز يرجع لك؟ اعمل كده عشان ما يبقاش. الشخص ده عايز يرجع لك وهو مازال في العلاقة الثلاثية، مش عايز يسيب الطرف الآخر للأسف. للأسف يجوز لو انت بنت فهو عاوز يبقى معاه الطرف التاني، البنت التانية اللي في حياته بقى، سواء زوجة او سواء اي حاجة، ويتجوزك انت كمان، يعني عاوزكم انتوا الاتنين في حياته. الشخص ده متحفظ على مشاعره جدا وما بيبينش مشاعره لا ليك ولا للطرف التاني، مشاعره متحفظ عليها قوي الشخص ده. وفلوسه كمان، يعني هو طيب هو حاسس ان انت ان هو وحيد من غيرك، حاسس ان ناقصه حاجة من غيرك، عاوز يجي عليك بسرعة، وعاوز يقولك ان انت تفضل في حياته مع الشخص التاني، وان هو هيقدر يعدل ما بينكم، او هيقدر يوازن ما بينك وما بين الشخص التاني، بس هو عاوزك انت، وعاوز الشخص التاني، انتوا الاتنين تبقوا مع بعض معايا يعني في العلاقة. طيب زي ما قلت لك هو شايفك ملاك، فهو مش قادر يسيبك عشان حاسس ان انت ملاك، انت اللي بتداويه، او انت اللي بتسمعه، وانت اللي بتقول له حاضر ونعم، فهو عاوزك عشان كده الشخص ده، مش قادر اقول حاجة تانية غير كده. طيب عندي برج العذراء وبرج القوس وبرج الميزان، طيب تعمل ايه بقى مع الشخص ده، الشخص الغريب ده؟ اشوف لك نصيحة.
طيب نفس الكروت بتطلع لك يعني سبحان الله سبحان الله. بص انتوا لو في زواج يعني لو انت اللي بتتفرج عليا ست او راجل وانتوا الاتنين كنتوا في زواج فبيقول لك ارجع له ارجع للشخص ده يعني مش عارفة بقى ازاي بس يعني ما تضيعش يعني بيتك او ما تضيعش اولادك لو في اولاد عشان خاطر علاقة تالتة يعني مثلا ارجع او ارجع للاولاد عشان الاولاد ان يعني هنا بيقول ارجع يعني انا مش عارفة ازاي بس هو كده تعمل ايه معاه ترجع له بس تتحول من الملاك اللي انت كنت عليه لشخص ما بيسيبش حقه او شخص تسيطر شوية عليه يعني ما تبقاش جميل قوي قصاده لان هو بيستغلك من النقطة دي ما تبقاش جميل قوي قصاده. لو ما فيش اولاد وما فيش زواج فبيقولك انسى الشخص ده انساه وما تفكرش فيه. الشخص ده زي ما قلت لك هو هيرجع هيقول لك انه مش قادر مثلا يبعد عنك او حاجه وان هو بيحبك جدا وشايفك ان انت الشخص الجميل اللي في حياته بس هو هيقول لك كل ده عشان زي ما قلت لك عاوز تبقى انت والشخص التاني او الطرف التاني معاه للاسف. يعني لو في زواج فارجع له لو ما فيش زواج ما ترجعلوش. عندي هنا برج القوس وبرج الميزان برج السرطان برج العذراء وشفت برج الجوزاء. طيب القراءة الأولانية دي طيب شكرا ليكم يا رب تكون القراءة عجبتكم. انزلوا في الكومنتات تحت قولولي انطبقت عليكم ولا لأ ولو ما انطبقتش شوفوا تاني حرف من اسمكم يعني لو انتم مش منفصلين شوفوا تاني حرف من اسمكم. خش في القراءة التانية حرف الت الجيم الدال الزين الصاد الظه العين الكاف الميم الياء. سوري انا اتلخبطت في تاني حرف قصدي تاني حرف من اسم الشخص اللي انت بتسأل عنه مش باسمك انت عشان تبقى القراءة كلها واحدة. تاني حرف من اسم الشخص لو القراءة ما انطبقتش عليك انت يعني شوف قراءة القراءة تاني حرف من اسم الشخص مش عارفة اسمك جاي معايا ليه. طيب نعمل تحليل للي بيكم نشوف العلاقة دي ايه. العلاقة دي فيها تعود يا انت متعود عليه يا هو اتعود عليك ومش قادر تبعد عنه. نشوف اكتر برضو وفيها علاقة ثلاثية برضو احتمال يكون في علاقة ثلاثية وانت مش قادر تبعد عن الشخص ده يعني عارف بوجود علاقة ثلاثية لكنك مش قادر تبعد عنه. احتمال تكونوا كنتوا متزوجين او الشخص ده متزوج او في اسرة يعني عامة. طيب وعندي برضو هنا طاقة حد بيكراش على حد يعني حد معجب بحد او حاجة انت يعني لو انت
بتكراش على حد، فالشخص ده بيكراش عليك برضو وبيرقك. ده لو انت بتكراش على حد. والنصيحة بيقولك ان الشخص ده مختار، يعني مختار ليك، او جايلك حب الهي مثلا. في طاقة هنا ترابية كتير، احتمال تكون انت يا شريك طاقة ترابية. زي ما قلت لك، في شريك، الشريك سابك ومشي، يا اما انت سبت الشريك ومشيت. عامة لو في هنا انفصال بسبب علاقة ثلاثية، فالشخص ده بيحبك. لو في انفصال بسبب اي حاجة تاني غير العلاقة الثلاثية، الشخص ده برضو بيحبك، بس الشخص ده طاقته تقيل، يعني طاقته فيها بطء، فيها مش بياخد قرارات بسرعة، بيقعد يفكر كتير قوي عشان ياخد قرار. احتمال تكون كنت متجوز وطلقت او حاجة، لان انا عندي هنا في استقرار. يا اما الشريك اللي انت بتسأل عنه ده متزوج، احتمال برضو يكون كان متجوز وكان بعلاقة تانية وانت ما تعرفش، وكان مخبي عليك، وانت لما عرفت مشيت وسبته. ده احتمال برضو. لو ده كراش، فالشخص ده شايل حمل او شايل مسؤولية بيته او اهله، مثلا شغال من هو صغير او حاجة. هو في الفترة الحالية واقف بيراقبك. الشخص ده هيعرض عليك ارتباط او حاجة قريب. يعني الشخص ده بيتمتع بروح الشباب، يعني هتلاقيه كده روحه حلوة. فبقولك الشخص ده متحمل مسؤولية كبيرة من صغره او حاجة، وطموح، بيحب يبص قصاده دايما، ما بيحبش يبص وراه. ده لو انا بتكلم، لو كراش او منفصلين، انا طلع لي الطاقتين. المهم ان في تعود في العلاقة دي، يا انت متعود عليه يا هو متعود عليك. بس بيقول لك انت تستحق الحب، يعني الشخص ده شايف ان انت تستحق الحب. لو ده كراش او ده شخص منفصل عنه، فان هو شايف ان انت تستحق الحب. تمام كده. عندي برج الحوت بس كده. طيب نشوف الشخص ده حقيقة مشاعره ليك، وانت تتعامل معاه ازاي. ايه هي حقيقة مشاعر الشخص ده؟ طيب شوف ايه حقيقة مشاعره وانت تتعامل معاه ازاي. نصيحة برضو. طيب حقيقة مشاعره ليك، احتمال الشخص ده يكون كان مسيطر عليك شوية ومتحكم فيك وبيغير جدا عليك. ده احتمال. واحتمال كان بيبين لك ان في ناس كتير حواليه، وانه كل الناس بتعجب بيه او حاجة زي كده، يعني خليك انت تغير عليه. هو بيبين لك ان هو قاسي او ان هو مسيطر او متسلط، لكن هو في الحقيقة لا، هو قلبه طيب جدا. على فكرة الشخص ده بيبين للناس او بيبين لك انت ان هو متسلط او قاسي، بس هو قلبه طيب. طب انت تعمل ايه معي؟ الشخص ده عاوز اللي يبقى مقدام، يعني يبقى بيجري عليه مثلا، او يبقى بيقدم عليه. عاوز الشخص اللي معاه يكون دايما معاه، يكون دايما فاكره، ما يسيبهوش. يعني زائد انه عاوز شخص يسيبه بحريته، يعني هو عاوز يسيطر هو عليك، لكن انت تسيبه بحريتك. شخص غريب. وعاوزك انت تسيبه بحريته، تكون ليه وقت، يعني وقت ما يبقى محتاجك يلاقيك، لكن غير كده تسيبه بقى براحته اللي هو يعمله، ما تسيطرش عليه، ما تخنقهوش، يعني تتعامل معاه كده، هو عاوز كده. طيب نشوف ال طب بيقول لك في كيمستري، في خطوبة. طيب يا سيدي، عندكم خطوبة وفي كيمستري بينكم الفترة الجاية. لو الشخص ده
كان عنده علاقة ثلاثية، فالشخص ده خلاص يعني ساب العلاقة دي او هيسيبها خلاص. لو ده كراش وبيبين لك ان في معجبين كتير حواليه، ده بس بيبين لك كده عشان يضايقك، لكن هو باصص عليك وبيغير عليك. بيغير عليك انت. تتعامل معاه زي ما قلت لك كده، اذا كان كراش او اذا كان منفصلين. شوف الشخص ده، الشخص ده بص يا سيدي، تبين له الحب، هو عاوزك تبين له الحب وتبين له ان انت متعلق فيه ومش قادر تبعد عنه مثلا، او يعني هو عاوز كده. تبين له ان انت متعلق فيه، يعني مفيش غيره في حياتك. ايوه مفيش غيره في حياتك، زي ما قلت لك هو شخص غيور جدا جدا. وتبين له برضو لو انت راجل، تبين له ان انت نيتك الزواج منه، دي مهمة جدا. لو انت راجل فتبين له ان انت مهمتك ان انت تتجوز الشخص ده، مش ان انت ايه تبقى يعني علاقة كده عابرة وخلاص. لا لازم تبين له بالفعل ان انت عايز تتجوزه. ولو انت بنت تبيني له ان انت مسؤولة مثلا، يعني تنفعي كزوجة، مسؤولة بتهتم بيه زي ما قلتلك، بتقفي معاه، مش شايفة غيره، أناني جدا الشخص ده، بتحبيه، بتدعميه، واقفة في ظهره معاه كده. يعني هو مطلوب منك تعملي كده عشان تبقي معاه، او ازاي تتعاملي معاه، تتعاملي معاه كده، لان هو زي ما قلتلك هو قلبه، زي ما قلتلك او قلتلك هو قلبه طيب جدا، بس هو بيبين للناس ان هو قاسي، لكن لا. طيب النصيحة بتقولك ان في كيمستري هيحصل الفترة الجاية وهيكون في خطوبة ما بينكم. تمام، عندي برج الثور، برج القوس، برج الحمل، بس كده. نخش على القراءة الثالثة. طيب حرف الألف، الس، الخ، الر، الشين، الضاد، الغين، النون، الواو. حرف اسم الشخص، ولو ما منفعتش عليكم القراءة ممكن تشوفوا تاني حرف من اسمه. نشوف تحليل للي بينكم ده ايه. لما بينكم الشخص ده، احتمال تكونوا حاسين ان هو السول ميت بتاعكم، او ده شخص جاي لكم من ربنا، او في حاجة، في تواصل روحي ما بينكم، في تواصل روحي، في بداية. احتمال تكونوا لسه متعرفين عليه، او ده كراش لسه مثلا بيكلمكم او حاجة، في بداية هتحصل، او لو كراش فهو هيبتدي يتكلم قريب. طيب طلع لي برضو طاقة منفصلين، احتمال يكون في طاقات سلبية حواليكم أدت الانفصال ده، في طاقات سلبية طبعا انتوا عارفين زي ايه، وأدت للانفصال ما بينكم، بس الانفصال كان بشكل صعب، يعني ممكن تكونوا اتخانقتوا مع بعض خناقة جامدة. طيب الشخص اللي انتوا بتسألوا عنه ده شخص معروف او مشهور، ملامحه أصغر من سنه،
في ناس كتير حواليه، عنده طموح وشايف دايما بكرة، يعني بيعمل لمستقبله جدا، بيبص لمستقبله جدا. الشخص ده احتمال يكون بعيد عنكم في المسافة، احتمال يكون بعيد عنكم في المسافة الشخص الكراش او منفصلين. لو انتم انفصلتوا عن بعض، لو انتم اللي بيسمعني يعني انفصل عن الشخص التاني بدون سبب او بدون حاجة لوحدكم كده، ففي طاقات سلبية حواليكم، لازم تنظفوا الطاقات السلبية دي وتستقبلوا طاقات إيجابية، لأني أنا مش شايفة سبب. يعني لو ده كراش في الشخص ده، قاعد بيراقب. هنا النصيحة بتقول لي calling in your soulmate، يعني انده على soulmate بتاعك. أكيد أنت حاسس إن الشخص ده soulmate بتاعك، فبيقول لك انده عليه، كلمه. وبيقول لك this called be the one، يعني الشخص ده هو المختار، او انت already قابلت الشخص اللي ربنا كتبه لك ان شاء الله، او الشخص اللي انت هتعيش معاه حياتك سعيدة. في برضو انفصال بسبب علاقة ثلاثية وغموض من الطرف التاني. الطرف ده ندم جدا عليك وجايلك بسرعة، يعني كروت موضحة نفسها جدا، ندم قوي عليك وجايلك بسرعة. وفي انفصال بسبب طاقات سلبية زي ما قلت لكم، أدت للانهيار، احتمال يكون في طلاق كمان حصل. لو ده كراش، فقلت لك في ناس كتير حواليه، احتمال يكون مسافر او بعيد عنك في المسافة. الشخص ده متطلع وطموح جدا، في الوقت الحالي عاوز قاعد بيبص عليك، بيشوفك، بيراقبك. في التلات أشخاص أو التلات حالات، الشخص ده عاوز بداية، والبداية دي سريعة، لأن إسفورد يعني عاوز البداية دي تكون سريعة، مش هيستنى، يعني مش شخص بطيء، شخص بطيء لا، هيبتدي معاك بداية جديدة قريب. ولو هو كان شخص بطيء، فطاقته تحولت إن هو هيبقى سريع، أو البداية دي قربت، يعني متقلقوش. طيب مشاعره ليك وتتعامل معاه ازاي الشخص ده؟ حقيقة مشاعره ليك وتتعامل معاه ازاي؟ طيب نشوف حقيقة مشاعره لك وتتعامل معاه ازاي الشخص ده؟ حقيقة مشاعره لك، تتعامل معاه ازاي؟ نصيحة. بص، طلع في الاول عاوز ياخد خطوة، عاوز ياخد بداية جديدة، وبرضه طالع لي هنا عاوز ياخد خطوة وبداية جديدة، بس الخطوة دي اسرع من الخطوة اللي فاتت. يعني عاوز مجموعة رقم 3 دي مهما كانت لازم تبقى فيها حاجة غريبة كده، مهما كانت الحروف. طيب بيقول لك make the effort، يعني اعمل مجهود. وبيقول لك very soon، زي ما انا قلت لك هنا very soon، في بداية جديدة، في تواصل، في رسالة على السوشيال ميديا، في حاجة جديدة. شخص ده كراش او منفصلين، في حاجة جديدة هتحصل، واللي هيحصل من طرفه هو عاوز بداية باستقرار او بحاجة رسمية، وهيبقى في تواصل. make the effort، اعمل مجهود، هنشوف برضو تعمل مجهود ازاي. و very soon، البداية دي هتبقى قريبة جدا، اللي انت عاوزه جاي لك، بيقول لك كده very soon، قريبا. طيب تعمل make the effort في ايه بقى؟ طب تتعامل معاه ازاي الشخص ده؟ بص بقى يا سيدي، تتعامل مع الشخص ده تبينه ان انت
حاجة بعيدة، ان انت صعب ان هو يمتلكك، صعب يمتلكك وصعب يحصل عليك. تبقى بخيل في مشاعرك، ما تبينش. وبيقول لك هنا اعمل مجهود، ما هو المجهود بالنسبة للشخص ده كده، هو تتصرف معاه كده، يجيلك، يتصل بيك، يكلمك، يحس ان انت بتضيع منه، تحسسه ان انت بتضيع منه، ان انت حواليك ناس كتير، ان انت ناس كتير تتمناك، ان انت نجمة، صعب ان هو يمتلكها، صعب ان هو يحصل عليها. ما تعبرش خالص بمشاعرك او في الفترة دي يعني عامة، ما تبينش ان انت لسه بتفكر فيه لو منفصلين. لو كراش ما تبينش ان هو ان انت معجب بيه، لا، تبقى محافظ على مشاعرك وتبقى متحفظ عليها. الشخص ده يجيلك بسرعة، يبتدي معاك بداية ويبتدي معاك التواصل، عشان هيعرف ان انت ممكن تضيع من ايده. الشخص ده تتعامل معاه بالعكس، تتعامل معاه ان انت تبقى مبين له ان ناس كتير تتمناك، انت مش محور الكون يعني. الشخص ده يعني انت مش محور الكون، لا، انا حلوة او انا حلو وناس كتير تتمنيني، وتبقى متحفز على مشاعرك شوية او تحافظ عليها. تمام، هتمشي بالطريقة دي very soon هيجيلك وهياخد معاك خطوة وهيتواصل معاك برسالة على السوشيال ميديا، دي رسالة على السوشيال ميديا هيتكلم معاك فيها. تمام، منفصلين او كراش. طيب القراءة يعني غريب الشخص ده برضو. طيب عندي برج السرطان وعندي برج الدلو، تمام كده. طيب شكرا ليكم، يا رب تكون القراءة عجبتكم. نخش بقى على القراءات المجانية. عندي أمال، برج الجدي، ومنير، جوزاء. هل في رجوع وزواج؟ أمال برج الجدي، لمنير برج الجوزاء، هل في رجوع؟ يا ترى هيرجع منير؟ يا ترى منير هيرجع؟ في ايه؟ طيب نشوف، يا ترى منير هيرجع؟ هيبقى في استشفاء للعلاقة دي، اذا كان هو هيستشفي واذا كان انتي هتستشفي. هو بيفكر، احتمال يكون منير بعيد عنك في المسافة، او ممكن يكون البعد ده اللي هو بعد الكلام ما بينكم بسبب الخلاف. عامة هو شايفك نجمة، شايفك حاجة يتمناكي، هو شايفك نجمة وحاجة يتمناكي، وشايفك ملامحك طفولية، او انتي انسانة من جواكي بريئة طفولية، هو حاسس بده يعني. بصي، متعلق فيكي، هياخد خطوة بس الخطوة بطيئة. يعني انتي سؤالك هيرجع، هيرجع لانه متعلق فيكي وعمال يفكر، هو كثير التفكير. ممكن يكون شخص بيحب يقعد يوزن اموره كتير، مش بياخد قرار بسرعة. هيرجع، ايوه هيرجع، بس خطوته بطيئة يعني، ممكن يتأخر شوية، بس هو ان شاء الله راجع. طيب بعد الرجوع ده هيكون في زواج؟ طبعا ما شاء الله ما شاء الله، يعني الكارتين طالعين لك زواج، في زواج ان شاء الله، هيكون في زواج، وهيبقى الزواج ده باستقرار. يا امال هيبقى في زواج باستقرار وباسره سعيده ان شاء الله واولاد. طيب مشاعر ابراهيم الكراش لكرام حوت، مشاعر ابراهيم الكراش، مشاعر ابراهيم، مشاعر ابراهيم. يا ترى مشاعره ايه؟ احتمال تكونوا نفس الورق بيطلع لي تاني، احتمال تكونوا بتتكلموا او انت تعرفيه عن طريق السوشيال ميديا، او هو بعيد عنك، طلع لي كارت العالم والعالم بيدل ان هو بعيد عنك. بصي هو خطوته بطيئة، خطوته بطيئة،
هو برج ايه؟ مش قايله برجه، بس احتمال يكون برجه ترابي، احتمال يكون برجه ترابي، يعني جدي ثور عذراء. بصي هو خطوته بطيئة جدا، بس خطوته لما بيعملها، يعني هو لو عاوز حاجة خطوته دي بيقعد يفكر فيها كويس جدا جدا جدا، بعدين بيعملها. هو بيحب مش بيحب يقول كلام كتير، بيحب يفعل، يعني بيحب الفعل عن الكلام الشخص ده. طب انا بشوف مشاعره، طلع لي كارت الاستقرار والزواج والأسرة، فاحتمال احتمال ان هو يعني يكون في بينكم زواج، يعني بنسبة كبيرة. زي ما قلت لك هو كثير التفكير. طب مشاعره، بصي احتمال يكون كان في علاقة او في حاجة ولسه مأثرة عليه لحد دلوقتي، مشاعره هو متعلق فيك، بس يمكن مش قادر يترجم مشاعره دي ايه. هو متعلق فيك وهيجي يقولك، هيعترف باعتراف الحب او بالاعجاب لما يستخلص من الطاقة السلبية اللي فيه دي، او طاقة حاجة كان فيها، ويبطل التفكير. هيجي يعترف لك، يعني هيجي بداية جديدة. انا طالع لي بداية جديدة، البداية دي خير ان شاء الله. ممكن البداية دي توصلوا ان انتوا تكونوا مع بعض في زواج واسرة سعيدة. هو دلوقتي باين لي مشاعره ليكي متعلق فيك، او مش عارف ياخد خطوة، او مش عارف ياخد حاجة بسبب الطاقة السلبية او العلاقة اللي هو كان فيها. طيب منال عايزة تعرف مواصفات زوج المستقبل. عملت النهاردة تلاتة اهو، تلات أسئلة يا منال. عايزة تعرف مواصفات زوج المستقبل ايه. طيب ما شاء الله. طب ده شخص متطلع، شخص عنده طموح، واحتمال يكون مسافر بعيد عنك في بلد غير البلد اللي انت فيها. من شخصيته ان هو بيحب ياخد قراره بتأني، بيقعد متردد شوية، مش عارف ياخد قراره على طول، لا بيقعد يتردد شوية كده، بالذات في القرارات المصيرية، يعني زي الزواج مثلا. الشخص ده قلبه عطوف جدا جدا، عاطفة الأم دي من مواصفاته، يعني روحه روح شباب وعاطفته عاطفة الأم. بصوا والله بقول لكم شعر. متردد شوية او مش بياخد قراراته بسرعه، متطلع، بيحب يشوف قدامه، يعني بيحبش يبص وراه، بيحب يشوف قدامه، بيعمل خطط لنفسه وعاوز يستقر، او عاوز يبقى ليه شأن في حياته، يعني شأن في حياته. شغله ايه الشخص ده؟ شغله ايه؟ شغله زي قلت لك هو مسافر بره، هو شغال حاجه ليها علاقه بالسفر او بالسياحه، ممكن يكون في بينكم تواصل روحي، او انت حاسه وانت حلمتي بشخص مثلا، او حاسه بيه، او يمكن تكوني اساسا عارفاه وحاسه ان في بينكم تواصل روحي، او انت حاسه بشخص كده فهو ده. زي ما قلت لك هو بيبص على العالم، بيبص، بيتطلع، بيحب الطموح، بيحب يشوف قدامه. هو قريبا هيمدلك ايده ببداية جديدة، بفرصة جديدة، بعرض، عرض زواج او عرض خطوبة او حب. احتمال برضو تكون طاقته نارية، او هو برج ناري، هو شجاع ومقدام، بيحب يبص قدامه زي ما قلتلك، وبيحب يدافع عن اللي منه او اللي معاه. احتمال يكون شعره اسود، هو ده اللي طالعني، احتمال يكون شعره اسود. طيب مش طالع لي اي برج، بس ممكن يكون برج ناري او برج الحمل. طيب شكرا ليكم، يا رب تكون القراءات عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو انتوا عمر تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.
عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. شكرا ليكم، باي باي.